سعيد جدا اكون النهارده موجود يعني في اليوم دوت في اكبر البرنامج النهائيه في هذا البرنامج الجديد اللي هو التنفيذيات وتنفيذ التنفيذيات لتوادي مواقف التنفيذيه في مصر. اقدر اقول اللي شفته من اسلوب التقييم واسلوب الالتقاء والمرشحات انه برنامج بدايته موفقه جدا، وان شاء الله يعني يسر عن اختيار افضل العناصر وتشغيلها بشكل جيد جدا بحيث ان عندنا قيادات ونساء قادره على التحمل وتواجد المواقف القياديه في مصر سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص. وده حاجة مهمة جدا بنؤكد عليها، القطاع الخاص شريك كبير، وبالتالي حتى في المرشحات وفي الاختيار فكرة تأهيل القيادات للقطاع الخاص والقطاع الحكومي على قدم المساواة، ويضمن القيادة التنافسي ويدي أكبر دعم للقطاع الخاص برضه شيء مهم جدا. وبشكر الإعلامية على هذا العمل الممتاز، ومرة ثانية إن شاء الله أكون معاكم النهاردة، وشكرا جزيلا على الفرصة دي.